بالنسبه للمنتخب الوطني الاولمبي كنشوفوا انه اليوم لعب واحد الكره واقعيه، كنشوف واحد كنشوفوا كاينه روح ما بين اللاعبين، واللي كيزيد يطمئن الجمهور المغربي هو ديك الروح الاخويه بين اللعابه. كنشوفوا ان في الاخر موهوب سلموا ليه الكره باش يلعب بيلانتي باش حتى هو يرجع في الفورما. هذا الشيء كامل بوادر انه بوادر خير انه يكون منتخب الاولمبي في يحرز احد الميداليات، ونتمنوا ان شاء الله يكون خير. هذه سابقه انه يتاهلوا للربع النهائي، ونتمنوا ان تبقى رجلين في الارض وما يكونش واحد شويه الغرور. لعبوا كره واقعيه، لعبوا بالسيستم ديالنا، وان شاء الله راه يكون خير ونقطه نقطه كما كنقولوا يحمل الواد. تفضل. السلام عليكم. بالنسبه للماتش اليوم صراحه داز مزيان، يعني الخطه ديال سميتو طريق سكيتوي كانت مزيانه، اللعب كانوا رجال مزيان، تقريبا افضل ماتش اللي لعبوا المنتخب ديالنا، والحمد لله نشوفوا دابا نصف نهائي مع ما نطلقوا ان شاء الله. صراحه مقابله في المستوى لعبوا مزيان الدراري مزيانين، ان شاء الله الفينال ندوزو الفينال ان شاء الله، بقاو بهاد اللعبه هادو غيزيدو مزيان ان شاء الله. وصراحه كلهم لاعبين مزيانين، اخص هذاك 17 زوين داك الدري تبارك الله، كيخرجو المدرب راه كتبان بلاصه هذاك، خاص ديما يبقى هذاك اللاعب زوين يبقى يكمل الماتش 90 دقيقه ديالو هذه يكملها. السلام عليكم. السلام عليكم. كانت المصير الماتش كان المقابله كانت ممتازه للمنتخب المغرب بمجهود ديال الدراري اللي داروا اداء جميل وفرحونا، وكنتمنوا ان شاء الله الميداليه الذهبيه في هذه الاولمبياد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.